له اي شكل، انما ده وضع طبيعي جدا لفرقه الداخليه انه يكون في هذا الموقف. بس شوف سياسه النادي الداخليه يا كابتن سيد. طب استاذنك هاخد التليفون ده برده يا كابتن اسامه. طيب افتكر نقطتك ما تنساهاش. معانا التليفون كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي سموحه. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير عليك وعلى كابتن ابراهيم عصامه طبعا كابتن وحشني وكابتن شريف وكابتن اسامه. طيب كنا بنتكلم كابتن محمد في نقطه يعني سموحه مش عايز اقول غريبه لسه بدري جدا في الدوري، لكن سموحه بيتفوق باداء بنتيجه بلعب بكل حاجه مع مصر المقاصه مثلا مع امبي، لكن بيتعادل مع نجوم اف سي وبيتعادل مع طلائع الجيش والاثنين على ملعبه، يعني المباراتين كمان وعلى ملعبه. فسر لي وجهه نظرك انتوا اللي في المطبخ. والله طبعا كابتن سيد فعلا احنا مستغربين، احنا كجهاز فني مستغربين. لعبنا المقاصه في اول الدوري الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا اداء كويس وثلاثه بونت، وبعد كده ماتش بيبسي فرقه بيبسي لسه صاعده نجوم اف سي جم عملوا بيلعبوا كلهم يعني عارف انت الفرقه اللي هي الصاعدين بيبقى عندهم روح عاليه قوي وانت عارف اللاعب المصري طالع من مكسب، فالماتش اللي بعديه بتبقى ايه يعني في ثقه زياده شويه. طلعنا ماتش ام الحمد لله عملنا مباراه كويسه وكسبنا سيرمونت. النهارده الى حد ما احنا مش راضيين عن النتيجه ولا الاداء، ورغم كده احنا وصلنا النهارده بحوالي 3 4 فرص. عملنا تغييرات كلها هجوميه، يعني كابتن علي لعبنا بنيك فيرود وديريك وحسام حسن وأومد اوكري، بس الحمد لله النهارده بنقول على البونت برده. الدوري لسه بدري قوي يا كابتن سيد، الدوري صعب قوي، كل الفرق منظمه وكل الفرق دعمت. انت شفت الانتاج والجونه وشفت امبارح المصري والاتحاد وشفت النهارده بيراميدز والداخليه، فالدوري صعب يا كابتن سيد. الملامح الدوري كلها مش هتبان غير بعد 10 مباريات يعني. بس انا بقول الحمد لله النهارده على النتيجه انك انت ما خسرتش. فرقه الجيش النهارده جايه في ظروف صعبه جدا طبعا. جايين معسكرين بقالهم يومين في اسكندريه، عندهم بونت واحد من 3 مباريات، مغلوبين ماتشين ومتعادلين، فجايين هم متحفزين، هم جايين اهم حاجه ما يخسروش. فالحمد لله النهارده كابتن سيد وان شاء الله اللي جاي احسن. عندنا مباراه قويه جدا، مباراه بيراميدز، عندكم بيراميدز مع بيراميدز فرقه محترمه، واحنا بنقول ان بيراميدز الفتره اللي جايه في يعني المستوى بيعلى، مش بيراميدز بس، في كل الفرق يعني. فكل الاسابيع اللي جايه هتبقى احسن ان شاء الله، تبقى كويسه للفريق سموحه. بس انا كابتن سيد عندي تعليق بس، النهارده الصفاره كتير قوي. النهارده احنا ما لعبناش يعني كابتن ابراهيم نور الدين، انا ما بحبش اتكلم على التحكيم، الصفاره كتير قوي في الملعب، ما لحقناش نلعب. احنا بنشوف في الدوريات في اوروبا فين وفين لما الكره تقف. لا احنا لسه قدامنا فتره طويله قوي يعني عشان نوصل للموضوع الاوروبي. صعب قوي يا كابتن سيد والله. انا وبعدين نبقى رايحين بهجمه يوقفنا 25 دقيقه عشان نشرب ميه، احنا مش في افريقيا يا كابتن سيد يعني. الجو احنا في اسكندريه والجو كويس فالحمد لله طبعا. نتمنى بس كابتن صلاح فتاح الحاجات دي، يا ريت زي ما انت حضرتك بتقول احنا قدامنا كتير قوي. طب وليه؟ احنا عندنا دوري منتظم دلوقتي، وعندنا شركه راعيه، عندنا حاجات كتير قوي، فلازم الايجابيات دي لازم يا ريت ناخدها من بره يعني. طيب عندكم مواجهه مع يعني النادي بيراميدز، هو طبعا المسمى القديم كان الاسيوطي، انتوا كنتوا متولين المسؤوليه انت وكابتن علي ماهر وكل الجهاز في الاسيوطي. شايف اللقاء ده ازاي من وجهه نظر يعني مش عايز اقول نفسيه، فنيه كمان يعني؟ لا هو فنيه طبعا، احنا بنحترم كل الفرق، كل فرق الدوري بنعمل لها حساب، بنحترم كل عشان تكسب الفرق يا كابتن سيد، وانت طبعا احنا ربنا على كده في النادي الاهلي لازم نحترم الفرق، فاحنا بنحترم كل الفرق. مباراة صعبة للفرقتين، احنا عندنا راحة بكرة، وهنبدا من يوم الثلاث ان شاء الله استعداد للمباراة، وان شاء الله نجهز لاعبتنا ان شاء الله لمباراة يوم الاحد. اوكي سيد. كل التوفيق كابتن، كل التوفيق. خلاص المنديل وقع، مش مشكلة. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. هو كان لازم يقول ان احنا دي مش الاسيوطي، دي فرقة جديدة خالص. كل الصفقات اللي عملوها فرقة جديدة خالص. اتفضل كابتن شريف كمل. لا انا كابتن اسامة بقى كنت لا هي كانت تصريحات كابتن علي عبد العال منطقية فعلا. يعني هو الداخليه انت النهارده لما بتحدد اهدافك قبل مسابقه الدوري